أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على المصطفى خير الكلام وكفى. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله غادي يكون حول تحقيق الأمر في المقصود بأولي الأمر. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء تخاطب المؤمنين وتيقول لهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. بغينا نشرحوا في هذه الآية الكريمة شكون هما أولو الأمر. أطيعوا الله وضحا، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحا، ولكن شكون هما أولو الأمر؟ نعرفوا أن القرآن كاين اللي ينزل حسب أسباب وكاين اللي ينزل بلا أسباب. هذه الآية الكريمة نزلت وعندها سبب ديالها. تروينا البخاري ومسلم في الصحيحين ديالهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس، بعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد السرية، والسرية هي المجموعة ديال الجنود اللي ما فيهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. ملي خرجوا مشاو للبلاصة اللي خصهم يمشيو ليها، صاب شي حاجة عبد الله بن حذافة على صحابه وغضبوه، باغي ينتقم، هو الأمير ديالهم. فقال لهم: واش ما أمركمش الرسول صلى الله عليه وسلم باش تطيعوني؟ قالوا له: ياه بلا. قال لهم: يوجمعوا لي الحطب وشعل العافية في هذاك الحطب. قال لهم: وانا عزمت عليكم باش غادي تدخلوا في هذه العافية هذه. فقال لهم واحد الشاب من هذيك السارية، قال لهم: راه انتوما هربتوا للرسول صلى الله عليه وسلم من النار، ايوا ما تمشيوش، تعجلوا تلوحوا راسكم فيها حتى تلاقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتستفروه في هذا الامر هذا. فإلا قال لكم دخلوها دخلوها، فرجعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصفة ديال المؤمن، المؤمن لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. فسولوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خبروه بالخبر، قال لهم: لو كان دخلتوا لهذيك العافية ما غادي تخرجوا منهاش أبدا، لأن الطاعة ديالكم للأمير خصها تكون في معروف. فهذا هو السبب ديال النزول ديال هذه الآية هذه. هذه الآيات هذه الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. نشوفوا هذه الكلمات اللي وردة في هذه الآية. أطيعوا الله معنى تبعوا الكتاب دياله، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم معنى خذوا بالسنة دياله، وأولي الأمر منكم معنى، وهنا ما جاتش كلمة وفعل ديال أطيعوا، معنى طيعوه فيما أمروكم به من طاعة ديال سيد ربي، لا في المعصية ديال الله عز وجل. علاش؟ لأنه لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق. الجملة ديال فإن تنازعتم معنى إلا اختلفتم انتوما مع أولي الأمر في شي حاجة من الأمور ديال الدين،
يوردوه لله سبحانه وتعالى إلى كين نص في القرآن، وإلى ما كينش ردوه للرسول صلى الله عليه وسلم، معنى رجعوا فيه الكتاب والسنة كما قال سيد ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ففي الكتاب ديال سيد ربي وفي السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كاين الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما تتكون صريحة أو تتكون عامة أو تكون فيها إشارة أو تنبيه أو مفهوم أو عموم ديال المعنى اللي تقاس عليه هذاك اللي تيشبهو. علاش؟ لأن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم على شيء تبنى الدين كله، وإلا درتوا هذا الشيء هذا شرط ديال الإيمان ديالكم بالله واليوم الآخر، بمعنى أن الإيمان تيوجب عليكم الطاعة بلا عصيان. ذلك أي هذا التحكم للكتاب والسنة خير، أي خير عاجلا وأحسن تأويلا في العاقبة ديال هذا الفعل اللي درته وفي المآل عند الله سبحانه وتعالى. نجيو دابا الآن هاد المسألة اللي هي ما واضحاش عند الناس، اللي كاين خلاف عند العلماء، غادي نحاولوا إن شاء الله بالتفسير البياني ديال القرآن الكريم، وهو تفسير القرآني بالقرآن، وهو أحسن تفسير، نعرفوا شكون هي المراد ديال أولو الأمر. قبل ما نمشيو لهذه المسألة نشوفوا عند العلماء أشنو قالوا العلماء. منقسمين في هذه المسألة لثلاثة ديال الأقوال، أشنو كل واحد تيقصد بأولي الأمر. القول الأول تيقولوا المراد أولو الأمر وما الحكام. شكون اللي قال هذا الكلام؟ هذا ابن العربي كما جاء في أحكام القرآن. أش قال ابن العربي؟ قال لك المسألة فيها جوج ديال الأقوال. القول الأول سيقول ميمون بن مهران هما أصحاب السرايا كما جاء في أسباب النزول، وهذا اختيار ديال البخاري رحمة الله عليه اللي روى على ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا المراد بين قوسين أولو الأمر هما العلماء. شكون اللي قال هذا الكلام؟ هذا الحبر ديال الصحابة والترجمان ديال القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال المراد بأولو الأمر هما أهل الفقه والدين. وقال أبو العالية المراد بأولو الأمر هما العلماء. وبهذا القول هذا قالوا أكثر التابعين، والتابعون هما اللي جاوا بعد الصحابة. عندنا الصحابة اللي نالوا الشرف ديال الصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد منهم جاوا التابعين، من بعد التابعين جاوا تابعي التابعين، وحسن أولئك رفيقا. فأغلب التابعين قالوا المراد أولو الأمر هما العلماء. وفي إطار المحافظة على الثوابت الثلاثة في البلد ديالنا المغرب، واللي هي العقيدة الأشعرية ومذهب الإمام مالك والطريقة ديال الجنيد السالك، فكل مغربي وكل مغربية تيتطلعوا ومتشوقين باش يعرفوا الرأي ديال الإمام ديال المذهب ديالهم اللي هما تيتمذهبوا به، اللي هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. الشيء يقول الإمام مالك في المعنى ديال أولو الأمر هنا، الإمام مالك رحمه الله تيقول لك المراد به هما العلماء. تيقول مطرف وابن مسلمة سمعنا مالكا تيقول هما العلماء، كما اختار هذا القول هذا لي أولو الأمر والمراد به العلماء الطبري، هذا مفسر ديال القرآن. تيقول ابن عربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن: والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا. هما قالوا بجوج ولكن غادي يرجح، قال لك والأمر كله يرجع إلى العلماء.
علاش؟ لان الامر اللي هو تيتقصد به الحكم مشى ولا عند الجهال وتعين عليهم باش يسولوا العلماء باش يعطيوهم الحكم في المساله. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هما الحكام، ولكن بقي عندنا القول الثاني بعض الاقوال بحال صاحب التفسير اللي هو احكام القران اللي هو الرازي رحمه الله عليه. اش قال في التفسير ديالو مفاتيح الغيب؟ قال لك الاعمال ديال الامراء والسلاطين موقوفه على الفتاوى ديال العلماء، والعلماء في الحقيقه هما الامراء ديال الامراء. وهذا الكلام قالو حتى جمال الدين الافغاني حيث كان تيتكلم مع الخديوي، قال ليه نتوما الحكام تتحكموا الشعب وحنا العلماء تنحكموكم، بمعنى ان العلماء هما الامراء ديال الامراء، لان العلماء تيترجع ليهم باش يعطيهم الفتوى ديال كل حاجه. فكان باش يتحمل اللفظ ولي الامر على العلماء. هذا هو الكلام ديال الفخر الرازي في احكام القران. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا اولو الامر المراد بهم هما الحكام. والعلماء بجوجهم، فالقول الاول قالوا الحكام، القول الثاني قالوا العلماء، القول الثالث قالوا بجوجهم. شكون اللي قال هذا الكلام؟ هذا ابن كثير رحمه الله عليه. اش قال؟ قال لك والظاهر والله اعلم انها هاد اولو الامر عامه في كل اولي الامر. هذا شد القران بالاطلاق هي ديالو، ما شدوش واحد الجزء من الامراء والعلماء كما تقدم. تيقول لك الله سبحانه وتعالى في القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. فهذه اوامر بالطاعه ديال العلماء والامراء. هذا الشيء كما جاء في التفسير ديال ابن كثير رحمه الله عليه. واحد المفسر اخر سميته ابن العربي قال والصحيح عندي انهم هما الامراء والعلماء بجوجهم كما جاء في احكام القران تفسير ديال ابن العربي. هذا الحديث هذا نعلقوا عليه، ماذا نعلقوا عليه؟ ندققوا في الالفاظ ديالو، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. لاحظ ايها المشاهد المستمع الكريم، هذا الحديث النبوي الشريف اللي استشهد به ابن كثير رحمه الله كيفاش ربط الطاعه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعه ديال الامير، الا انه ما طلقش اللفظ ديال الامير، ما قالش من اطاع الامير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من اطاع الامير، الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، بل نسب الامير لنفسه صلى الله عليه وسلم فقال اميري. فملي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ما يليقش باش يتنسب للرسول صلى الله عليه وسلم هذاك الامير المتطاول على الحكم، اما عضا بالوراثه واما جبرا بتغييب حكم الله ديال الاسلام وتغييب الشورى والرضا من اولي الامر خصوصا والشعب عموما. كما ما يليقش باش غادي يحظى الحاكم الطاغيه المتجبر ولا هذاك اللي عطل الاحكام ديال الله عز وجل والشرع ديالو الشرف ديال هذا الانتساب هذا للرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال اميري. نجيو دابا الان الكلمه ديال اولو في القران الكريم. اذا استقرانا القران الكريم جميعا، معنا استقرأ قرينا من سوره الفاتحه حتى سوره الناس، تنصب بان هاد اللفظه ديال اولو وردات 15 مره، ويمكننا نلخصوا المعاني ديال اولو في ثلاثه ديال الايرادات قرانيه. عندنا الايه الاولانيه في سوره الاحقاف
تيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعندنا الآية الثانية في سورة التوبة تيقول الله سبحانه وتعالى أولو الطول منهم. وعندنا الآية الثالثة في سورة البقرة تيقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأولو تتعني أصحاب مرة، أصحاب العزم في هاد 15 مرة، حنا اقتصرنا على ثلاثة الآيات، فمرة أصحاب العزم، مرة أصحاب الطول، ومرة أخرى أصحاب العقول. احنا شنا أولو بقتنا كلمة أمر، وردات اللفظة ديال الأمر بصيغة ديال المفرد في 15 الآية، وغادي نقتصروا حنا على الذكر ديال المعاني ديال هاد الكلمة ديال الأمر بلا ما نوردوا الآيات ديالها لأن غادي يطول بينا المقام. فهي أمر بمعنى التعليمات كما جات في سورة البقرة، بمعنى الخبر في السلم ولا في الحرب، بمعنى الحالة الجديدة، بمعنى الدين ديال الله عز وجل، بمعنى التنفيذ ديال حكم سيد ربي سبحانه وتعالى، بمعنى الحوادث ديال القدر، بمعنى الحكم أو القدر أو الوعد، بمعنى علم الساعة، بمعنى علم الله كما جاء في سورة الإسراء، بمعنى الشغل ديال الناس كما جاء في سورة النور، بمعنى القضاء، وبمعنى حكم الله، وبمعنى الحالة كما جاء في سورة قاف. وهذه الآيات هذه من كتاب الله عز وجل تتعني الأمر، معنى أمر في سورة ديال الطلاق تتعني آيات من كتاب الله عز وجل، وتتعني عود الأمر كل ما كان تيحدده سيد ربي كما جاء في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. ووردات في القرآن كذلك لفظات أمور بصيغة الجمع وتتعني الأفكار والحوادث كما جاء في سورة التوبة. نجيو دابا الآن التفسير البياني اللي تنخلصوه لهاد أولو الأمر. بعدما استقرأنا كتاب الله العزيز تنجد أن كلمة الأمر عندها معاني متعددة في القرآن، وما تتقتصرش على المعنى ديال التعليمات ديال السلطان، بل الأمر هو مفرد واحد، الأمر ديال الأمور، الأمور جات جمع، والأمور تتشمل كل نواحي ديال الحياة. ما قال سيد ربي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر، ما قالش ولي الأمر، قال أولو جابها جمع والأمر جابوه مفرد. فلهذا الأمور تتشمل كل نواحي ديال الحياة، وبالتالي أولو الأمر تتعني أصحاب التخصص في الأمور ديال الدين والأمور ديال الدنيا. باش تشوفوا المسألة ماشي تتعلق بفرد معين وإنما بأفراد، بما في ذلك هاد أولو الأمر اللي هما متخصصين في علوم الحياة من طب، هندسة، إدارة، محاسبة، وباقي علوم الحياة بما في ذلك أولو الأمر في الشورى أي في المجال السياسي. أشنو تنخلصوا من هذا التفسير هذا البياني؟ هذه الآية القرآنية الكريمة تتوضح لنا واحد الوضوح جلي شكون هما أولو الأمر. تقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية هذه تسبيل الناس بأن اللي تيستنبطوا الأمور هما أولو الأمر من العلماء كل واحد في التخصص دياله. والتكرار أي الإعادة ديال الكلمة منهم باش يتأكد على أن أولو الأمر راه من العلماء، والمفروض
يكونوا أولياء الأمور المختلفة اللي تتشمل الحياة كلها. وتلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ما ذكرش مصطلح ولي الأمر مفرد أبدا إلا في الحالة ديال الذكر ديال الله سبحانه وتعالى وحده، كما في الآية من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. وذكر الولي بلا أمر. لو كان سيد ربي سبحانه وتعالى ذكر الولي ديال الأمر مفرد غادي نقولوا المعنى ديالو المراد به هو الحاكم وهو الأقرب ولي الأمر، لكن سيد ربي قال أولو الأمر شباب الصيغة ديال الجمع تتعني أصحاب الفهم الصحيح للأمور الحياتية المختلفة والأخروية، وهذا هو المعنى الصحيح المصطلح ديال أولو الأمر، بعيد على ذاك التأويلات الجزئية، لأن كلام الله عز وجل حمال للمعاني. تجي لواحد النقطة اللي هي لا تناقض في القرآن. القرآن ما فيش تناقض. تقول سيد ربي في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في التناقض في كتاب الله مستحيل ومن عدم. علاش؟ لأنه كلام الله. وبالدراسة ديال معنى أولو الأمر بالمعنى اللي تيروجوا ليه الخدام ديال السلطان، أي ديدان القراء، أي هادوك العلماء اللي باعوا الماتش، اللي ما تيأديوش الدور ديال العالم كيما الله عز وجل بغى منه، تنجدوا أنه ما تيستقمش المعنى ديال أن الله يأمر بالطاعة ديال أولو الأمر اللي تيتقصد منه الحكام طاعة عمياء، ها هو الأمر في جهة، وتنجي واحد الآية أخرى وتنصبوا تيفرض على المسلمين الشورى في قوله تعالى في محكم كتابه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كيجمع ما بين هادو بجوج، طاعة العمياء لأولي الأمر، الشورى، والشورى فيها هاك وراء. فهذه الآية هذه تتلغي الفكرة ديال الطاعة، معنى الشورى تتلغي الفكرة ديال الطاعة العمياء. ومن الشورى تيجي التباحث، التباحث في معنى التشارك، تيجي إظهار الرأي والرأي الآخر والاتفاق على الرأي الغالب اللي عنده الحجة وعنده الدليل، وتيجعل المرجعية الأعلى مش هي السلطان مش هي الحاكم، وإنما كتاب الله سبحانه وتعالى. تيجينا واحد تساؤل، أولو الأمر والتعدد ديال الأحزاب. إلا قلنا الطاعة ديال أولو الأمر مطلقة بلا قيد أو شرط واجبة شرعا باش توحد الأمة، وهذا الشيء من الثوابت الإسلامية، هذا المفهوم هذا تلغي لنا الأحزاب المعارضة من الأصل، وتكتفي بالقبول ديال حتى الظلم، لأن الطاعة لله واجبة طبعا، وكذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، ولكن بقي الحكام غير مقدسين، فالطاعة لهم بقدر التوفيق ديالهم في الخدمة ديال العباد، وما كايناش الطاعة المطلقة. وهذا هو المفهوم اللي تيأيد وجود أحزاب معارضة القرارات الظالمة. هذا ما يمكن نقوله في هذا التفسير البياني لكلمة المركبة أولو الأمر. طلب الله سبحانه وتعالى باش ينور البصيرة ديالنا ويجعل القرآن ربيع قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فإلى شريط آخر إن شاء الله.